فلاش باك، تفاصيل وأرقام وحكايات وأسرار البطولات، أخبار وتغطية خاصة من أستراليا وغينيا الاستوائية. استنوني بالصوت والصورة ومعاك في أفرو أسيوي مع إسلام مجدي كل خميس واثنين من 3 ل 4 العصر على راديو معاك. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على كل بيسمعونا وبيشوفونا دلوقتي على راديو معاك، واهلا بيكم واول حلقات برنامجكم معاك في افرو اسيوي مع اسلام مجدي. يمكن زي ما انتم عارفين، زي ما اعلنا على بيج البرنامج على الفيسبوك، ان البرنامج ده ان شاء الله هيكون تغطيه خاصه لبطولتين، كاس الامم الافريقيه وكاس الامم الافريقيه وكاس الامم الاسيويه اللي ان شاء الله هتبدا بكره بلقاء الافتتاح بين استراليا والكويت، وتغطيتنا الخاصه من غينيا الاستوائيه لتغطيه بطوله الامم الافريقيه، وتغطيه خاصه من استراليا لتغطية كاس الامم الاسيويه. طبعا برنامجنا معاك في الملعب كل جمعه من 7 ل 8 على الراديو معاك زي ما هو في ميعاده. ويمكن احنا النهارده يمكن المهندس صوت معانا، يمكن كنتم متعودين دايما على احمد الدمرداش، ولكن احنا النهارده معانا محمود عماد الشهير بفلافي، ويمكن احنا جبنا لكم النهارده هو معانا فلافي عشان يعني كاس الامم الافريقيه، ونفكركم بقى بايام فلافي مع النادي الاهلي يكون معانا ان شاء الله. وطبعا الاعداد معانا حسن عبد غنيم وحسن نوير، والميديا تامر احمد وبولا ناجي ومحمد مرعي، واخراج يوتيوب باسم محمد. هنطلع اول فاصل، ولما نرجع ان شاء الله نتكلم في احداث بطوله كاس الامم الاسيويه. النهارده هنعمل تغطيه كبيره عن البطوله، خليكم معانا واستنونا. ورجعت لكم مره ثانيه من فاصل، لسه مكمل معاك واسلام مجدي ومهندس صوت فلافي، واول حلقات برنامجنا النهارده معاك في افرو اسيوي مع اسلام مجدي. يمكن احنا يعني عاملين البرنامج بس مباشر، لان احنا كنا هنعرض لقطات وفيديوهات يمكن هتكون معانا نغطي بيها احداث البطوله، ولكن احنا قبل الهوا بعد ما ظبطنا زي ما انتم شايفين طبعا الديكور اللي عاملينه وكل حاجه، وعلقنا الاعلام والبانر وكل الكلام ده، ولكن حصل عطل كده في شاشه السكرين اللي معانا. لكن ان شاء الله ان شاء الله من الحلقه الجايه يعني هيكون كل حاجه تمام، وان شاء الله نقدر نعرض لكم كل اللقطات اللي احنا مجهزها لكم. يمكن سؤال حلقتنا على بيتش البرنامج على الفيسبوك، معاك في الملعب مع اسلام مجدي، توقعاتكم ان شاء الله لمباراه الغد في الافتتاح بين استراليا والكويت في انطلاقه بطوله كاس الامم الاسيويه باستراليا في الفتره من 9 ل 31 يناير القادم. وان شاء الله من الحلقات اللي جايه، بدايه ان شاء الله من الاثنين اللي جاي، هنشوف ونستعرض احداث بطوله كاس الامم الافريقيه اللي ان شاء الله هتتلعب في غينيا الاستوائيه بدايه من السبت القائم اللي جاي اللي بعده يوم 17 يناير لحد 8 فبراير. طبعا زي ما انتم عارفين ان بطوله الامم الافريقيه كانت المفروض هتتلعب في المغرب، ولكن على طول حصلت مشكلة مرض الإيبولا والكلام ده واتنقلت ليه غينيا الاستوائية. طيب نخش بقى، عشان يعني معانا النهاردة زي ما انا معودكم معانا وجبة كروية دسمة كبيرة قوي عن بطولة الامم الاسيوية النهاردة. يمكن المجموعات الاربعة اللي معانا، المجموعة الاولى بتضم استراليا عمان الكويت وكوريا الشمالية، المجموعة التانية استراليا عمان الكويت كوريا الجنوبية عفوا، المجموعة الثانية السعودية اوزبكستان كوريا الشمالية والصين، والمجموعة الثالثة ايران وقطر والامارات والبحرين، والمجموعة الرابعة اليابان والاردن وفلسطين والعراق. يمكن يعني البطولة زي ما انتم عارفين كانت انطلقت في عام 56 بهونج كونج، واحرز اللقب كوريا الجنوبيه، وكان اكبر فوز في البطوله فيتنام، كوريا فوز كوريا على فيتنام بنتيجه 5-3. ويمكن كانت البطولات من 56 و60 و64 كان بيشترك فيها اربع فرق بس، وكان بتقام في البطوله ست مباريات فقط. يمكن اعلى معدل تهديفي في البطوله كان بطوله هونج كونج الافتتاحيه سنه 56، وكان معدل التهديف فيها 4.5 هدف في اللقاء. يمكن البطوله كانت تسجل فيها 27 هدف. يمكن اعلى البطولات شهدت تسجيل اهداف كانت بطوله الصين سنه 2004، اللي هي النظام اللي بتتلعب بيه البطوله دلوقتي. يمكن كانت تسجل فيها 96 هدف في 32 مباراه بمعدل 3 اهداف كل لقاء. يمكن طبعا البطولات كلها هي 15 بطوله، والبطوله بتتلعب كل اربع سنين، وكانت ماشيه زي بطوله الامم الافريقيه
بالسنين الزوجية، ولكن سنة 2008 البطولة كانت بتلعب دايما في الصيف في شهر يونيو، من يونيو ليوليو، فجي الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي وقتها كانت دورة الألعاب، دورة الألعاب الأولمبية كانت هتلعب في بكين في سنة 2008، فالاتحاد الآسيوي قرر بعد كده ان البطولة تتلعب في السنين الفردية، واتلعبت البطولة سنة 2007 وبعد كده سنة 2011 والسنة دي ان شاء الله 2015. يمكن الحاجات اللي احنا محضرينها لكم عن البطولة وفرق البطولة، استراليا طبعا المستضيفة البطولة بتشارك للمرة الثالثة بعد انضمامها للاتحاد الاسيوي سنة 2006، وكان المنتخب الاسترالي كان شارك في امم اسيا سنة 2007 و2011، ويمكن كان خسر يعني نجح في يعني في تاني مشاركة ليه ان هو يلعب نهائي البطولة اللي فاتت في قطر في 2011، وخسر قدام المنتخب الياباني بهدف نظيف في النهائي. يمكن برضو طبعا زي ما انتم عارفين منتخب الاسترالي تأهل الامم السنة دي لاسيا لانه مستضيف البطولة وما خدش التصفيات. المجموعة طبعا بتاعته بتضم زي ما انتم عارفين كوريا الجنوبية وعمان والكويت، وابرز نجوم استراليا تيم كاهل طبعا ده الهداف بتاعه، الهداف التاريخي ب 36 هدف، وبالمناسبة ده كان بيلعب في نادي ايفرتون الانجليزي ودلوقتي بيلعب في فريق نيويورك ريد بولز الامريكي. برضو روبي كروز مهاجم فريق بايرن ميونخ باير ليفركوزن الالماني، وده برضو بيلعب مهاجم المنتخب الاسترالي. كروز من مواليد 5 أكتوبر 1988 ولعب في أندية ميلبورن فيكتوري الأسترالي ودلوقتي بيلعب في ليفركوزن الألماني. جاسون ديفيدسون مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزي وصاحب بيلعب بالقميص رقم 3، وديفيدسون من مواليد 29 يناير سنة 91 ولعب في أندية هوم سيتي الأسترالي وفيريرا البرتغالي ودلوقتي هو بيلعب في ويست بروميتش. مدرب استراليا هو الاسترالي بوستيكو جولو، وده من مواليد سنة 65 وسبق له تدريب المنتخب الاسترالي للشباب وفريق روار الاسترالي. من ابرز انجازاته ان هو حقق رقم قياسي استرالي مع فريق بريسبان في عدم الخسارة طوال 36 مباراة متتالية، وكان اول نادي استرالي بيتوج بلقب الدوري مرتين على التوالي. ابرز نجوم الفريق السابقين على مدار التاريخ مارك شوارزر، وده كان حارس مرمى وقائد المنتخب الاسترالي واكثر لاعبي استراليا خوضا للمباراة الدولية برصيد 109 مباراة دولية. وطبعا هاري كيول نجم فريق ليدز يونايتد وليفربول الانجليزي وجالتا سراي التركي والغرفة القطري، ده طبعا من المخضرمين الكبار جدا في منتخب استراليا. نخش على تاني منتخب معانا في المجموعة، منتخب كوريا الجنوبية. منتخب كوريا بيلعب البطولة للمرة الـ13 في تاريخه، بيحتفظ بالرقم القياسي في عدد المشاركات بالبطولة 12 مرة، ونجح في حصد اللقب مرتين، طبعا المشاركة الأولى في 56 في هونج كونج، والبطولة الثانية سنة 60 نظمها ونجح في الحصول عليها. المنتخب الكوري نجح ان هو يحرز المركز الثاني 3 مرات في تاريخ مشواره بالبطولة تحت قيادة مدربه المدير الفني الألماني شتيلكا. ويمكن ابرز اللاعبين في المنتخب الكوري سون هيونج مين، طبعا ده نجم نادي باير ليفركوزن. ما هنطلع فاصل ولا هنكمل؟ طيب احنا نطلع فاصل دلوقتي، وما تنسوش سؤالنا على بيج البرنامج معاك في الملعب على الفيسبوك، توقعاتكم نتيجه مباراه الكويت واستراليا ان شاء الله بكره في افتتاح البطوله. هنطلع فاصل وارجع لكم مره ثانيه، خليكم معانا واستنونا. ورجعت لكم مره ثانيه من الفاصل، لسه مكمل معاك واسلام مجدي وبرنامجكم معاك في الملعب، معاك في افرا اسيوي مع اسلام مجدي. يمكن معلش معاك في الملعب يا جماعه برده مقصر، احنا بقالنا 3 شهور شغالين وده اللي متعود عليه، ومهندس صوت فلافيو معانا النهارده. لا فرق فلافيو بصراحه في يعني في المزيكا بصراحه كده، تحس ان احنا في المود كده وحاجه حلوه يعني ما شاء الله. طيب يمكن احنا برضو معانا يمكن نكمل منتخبات المجموعه الاولى الانترو اللي احنا عاملينها لكم النهارده. منتخب الكويت كان شارك في بطوله كاس اسيا 9 مرات، يمكن افضل نتيجه حققها كان الفوز باللقب سنه 80 لما نظم البطوله، ومدربه طبعا نبيل معلول، ويمكن هو جه بعد إقالة طبعا المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومنتخب الكويت والفائز مع منتخب العراق ببطولة 2007 جيرفان فييرا بعد الإخفاق في كأس الخليج. ويمكن معلول كان درب المنتخب التونسي لأقل من عام
ورحل بعد هزيمة مفاجأة أمام كاب فيردي أو الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم الأخيرة. أبرز اللاعبين بدر المطوع 29 سنة وده كان لاعب كأس آسيا 2004 و2011 يمكن طبعا من اللعيبة المخضرمة ويمكن كان بدأ وهو صغير جدا مع منتخب الكويت. يمكن برضو في لعب أكتر من 100 مباراة دولية طبعا يمكن بدر المطوع كان شارك أو مشاركة ليه في مع منتخب الكويت سنة 2003 ويمكن كان تألق في كأس الخليج اللي فاتت رغم الخروج وكان صنع هدف وسجل واحد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء. يمكن تصنيف المنتخب الكويتي هو دلوقتي في المركز 124 وتأهل لنهاية كأس آسيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة خلف إيران بعد الفوز مرتين والخسارة مرة والتعادل في 3 لقاءات. آخر منتخب معنا في المجموعة منتخب عمان. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين منتخب عمان مش من المنتخبات القويه قوي في القاره يمكن ما يعني ما عندوش تاريخ كبير قوي. لعب في النهائيات 6 مباريات فقط وحقق يعني فوز وحيد مقابل 3 تعادلات وخسارتين مع المدرب الفرنسي بولو جين وبيرفع من درجه التفاؤل يمكن النتائج اللي كان وصل لها في 2004 و2007. المدير الفني الفرنسي بتاعه زي ما انا قلت بولو لوجين وسبق له يعني تدريب نادي باريس سان جيرمان وليون في فرنسا ونجح مع ليون في احراز الدوري الفرنسي 3 مرات متتاليه وقاد منتخب الكاميرون في بطوله كاس العالم في كوريا واليابان 2002 طبعا زي ما انتم عارفين وكان تاهل المنتخب الكاميروني لدور ال 16 وخروجه من البطوله. المنتخب العماني لعب تحت قياده لوجين 64 مباراه فاز في 30 وتعادل في 18 وخسر 16. طيب انا برضه عايز اخد حاجه ملاعب البطوله في اخبار معانا حصريه يمكن اللي حصل ان اتحاد الكوره يمكن المفروض ياخدها معانا بكره بس عشان هي عاجله دلوقتي اتحاد الكوره استدعى خالد قمر ومعروف يوسف للتحقيق في واقعه التوقيع لانديه الاهلي والزمالك. يمكن كان خالد قمر كمان كان وقع لنادي انبي قبل انطلاق الموسم واصابه اللاعب ايمن عبد العزيز لاعب فريق مصر المقاصه واللاعب الدولي ولاعب نادي الزمالك السابق بالرباط الصليبي. ملاعب البطوله استاد استراليا الوطني اللي هو في مدينه سيدني وده كان شهد نهائيات سيدني في سنه 2000 في الاولمبياد واستاد ميلبورن واستاد كانبرا واستاد نيوكاسل. حكام البطوله ويليامز بنجامين من استراليا، ايراماتوف من اوزبكستان، فهد المرداسي السعوديه، نواف شكر الله البحرين، عبد الله الهلالي عمان، عبد الرحمن عبدو المري من قطر، ومحمد عبد الله حسن الامارات، ساتوروجي ياماتو اليابان، وكيم دونج كوريا الجنوبيه، محمد اميرول ماليزيا، علي رضا فاجاني من ايران، وبريرا من سريلانكا، ومحمد تقي الجعفري من سنغافوره، وشونج كاي من هونج كونج. نخش المجموعه الثانيه اوزبكستان وكوريا الشماليه والسعوديه والصين. اوزبكستان بتلعب للمره السادسه في البطوله وكانت يعني مشاركتها الاولى في امم اسيا سنه 96 ولعبت نسخه 2004 و2007 يمكن كانت بتتطور في النتائج وصلت دور الثمانيه وفي نسخه 2011 دخلت المربع الذهبي وحصلت على المركز الرابع من كوريا الجنوبيه في لقاء المركز الثالث والرابع. يمكن هو في التصفيات كان احرز المركز الثاني خلف المنتخب الاماراتي وقاد الفريق باداء مباريات وديه طوال عامي 2014 وبدايه 2015 للبطوله. مدرب المنتخب كاسيموف يمكن كان تولى المهمه من منتصف سنه 2012 وبيعتمد خلال مسيرته على اصحاب الخبره زي حيدروف ويمكن ابرز اللاعبين الحارس نستروف وعزيز حيدروف لاعب الوسط والمحترف الوحيد دينسوف محترف بنادي لوكوموتيف موسكو الروسي ويمكن برضو صانع الالعاب ديجيباروف وحسنوف لاعب الوسط الهجومي واخيرا سيرجيوف طبعا المهاجم. منتخب كوريا الشماليه يمكن خاض كاس اسيا لاول مره سنه 80 في الكويت وتاهل للدور الثاني. شاركت كوريا الشماليه في نسختين قبل كده ولكن طبعا كان حصلت وقائع ان شاء الله دي اللي هناخدها ان شاء الله في حلقاتنا الجايه. وقعت كوريا الشماليه ومنعها من المشاركه في نسخه 2007 بعد ايقاف الاتحاد الاسيوي ليها بسبب سلوك غير ملائم صدر منها خلال تصفيات بطوله 2004 وتم منعها من المشاركه في بطوله اسيا 2004 و2007.
وشاركت سنة 92 و2011 وخرجت من الدور الأول. المدرب منتخب كوريا الشمالية جو تونغ سوب تم تعيينه للمدرب يونغ جون سو، وده اللي كان عاقبه الاتحاد الاسيوي لمده 12 شهر بعد ارتكابه تصرفا عدائيا خلال نهائي كره القدم بدوره الالعاب الاسيويه بكوريا الجنوبيه لما خسروا 1-0. وكان جو تولى تدريب منتخب كوريا الشماليه للشباب وتحت 19 سنه. ابرز اللاعبين المهاجم باك وانج ريونج، وده زميل محمد النني، لاعب طبعا منتخبنا الوطني وفريق بازل السويسري. منتخب السعودية طبعا احد يمكن عمالقة القارة الاسيوية، ويمكن منتخب السعودية كانت مشاركته في البطولة كان ابتدى سنة 80، يعني رغم ان البطولة ابتدى 56 ولكن منتخب السعودية بدأ سنة 80 وحصل على لقب اعوام 84 و88 وسنة 96 بعد فوزه على الامارات. طب نكمل افلام السعودية كم ماشي. ويمكن كان خسر النهائي برضو 3 مرات، 92 و2000 امام اليابان و2007 قدام الصين وقدام العراق عفوا. ويمكن المنتخب السعودي هو اكتر منتخب تاهل للعب نهائي المباراه النهائيه للبطوله، ويمكن يعني رغم ان هو يعني يمكن هو لعب نهائي البطوله 5 مرات متتاليه. افضل نتيجه زي ما قلنا الفوز بالبطوله عام 84، واسوأ مشاركه كانت اللي فاتت في 2011 وخرج من الدور الاول. المدرب كوزمان اوراليو ده جه خلفا للاسباني خوان رامون لوبيز، وده كان اقيل من منصبه من ديسمبر اللي فات بعد الاخفاق في الحصول على كاس خليجي 22 اللي نظمتها السعوديه بالخساره امام قطر 2-1. يمكن ابرز اللاعبين طبعا المهاجم ناصر الشمراني مهاجم الهلال السعودي 31 سنه، وده كان افضل لعيب في اسيا للعام المنقضي، وكان سجل 10 اهداف خلال مسيرته للهلال نحو نهائي البطوله اللي خسرها الهلال امام فريق وسترن سيدني الاسترالي بمجموع اللقاءين 1-0. طبعا كبير الهداف هو يمكن ناصر الشمراني، معاه اسامه هوساوي المدافع وتيسير الجاسم ونواف العابد وسالم الدوسري وفهد المولد ومحمد السهلاوي. منتخب الصين اخر منتخب معنا في المجموعة الثانية قبل ما نطلع الفاصل عشان فلافيو بيشاور لي. بدأت المشاركة في اسيا في امم اسيوية يمكن ما غابتش عن المشاركة في النهايات خالص، وشاركت في ايران سنة 76 ويمكن مشوارها في البطولة لحد قطر 2011. افضل انجاز ليها كان لعب المباراة النهائية سنة 2004 لما استضافت البطولة وخسرت امام اليابان 3-1. يمكن برضو معانا برضو في فريق الصين ان هو بيقودهم المنتخب المدرب الفرنسي ألان بيران من مواليد 56، وبدأ مسيرته التدريبية مع نانسي الفرنسي سنة 83، واشتغل في فرق الناشئين في نادي أرسنال الإنجليزي تحت مواطنه أرسن فينجر، طبعا فينجر المدير الفني لفريق الأرسنال دلوقتي. ابرز اللاعبين المنتخب الصيني كلهم يعني كلهم في الدوري المحلي الصيني، حراسه المرمى زينج تشينج ويانج يولينج، طبعا اسامي زي ما انتم عارفين الهجوم بتاعهم يانج زو وجاو لين. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا واستنونا. ورجعت لكم مره ثانيه من الفاصل، لسه مكمل معاكم اسلام مجدي وبرنامجكم اول حلقات برنامجكم معاك في افراسياوي ومهندس صوت فلافيو. يمكن جالنا برضو معلش الاخبار العاجله بتجيلنا كتير اللي من النهارده بخصوص طبعا الكره المصريه ومشكله مؤمن زكريا، طبعا اللي واخد ضجه كبيره بقاله اسبوع يا جماعه. مؤمن زكريا موقف البلد والكره المصريه على رجل بقاله اسبوع ما شاء الله. يعني يمكن الخبر ان هو تاجل اجتماع لجنه شؤون اللاعبين الخاصه بالتحقيق مع مؤمن زكريا في قضيه توقيعه لنادي الاهلي والزمالك، رغم ان هو مرتبط بعد مع نادي انبي. والمهندس خالد عبد العزيز تدخل وتم تاجيل الاجتماع، وتقريبا ان شاء الله هيتم حل الموضوع ودي وتخلص العمليه كلها. يمكن قبل الفاصل يمكن في الفقره اللي فاتت كنا قلنا ان اتحاد الكره استدعى كل من معروف يوسف وخالد قمر للتحقيق معاهم في نفس الموضوع. طيب نكمل بقى حديثنا عن البطوله، ويمكن ان شاء الله انا يعني بجهز دلوقتي معاكم مداخله من استراليا وناقدنا الرياضي الاستاذ فيصل سيدان، بنتواصل معاه وهو موجود هناك دلوقتي، وان شاء الله هيعمل لنا تغطيه ومعانا حصريات وانفرادات النهارده خاصه باول حلقات برنامجنا، وان شاء الله هيقدم لنا معلومات مفيده جدا خاصه بمباراه الغد في افتتاح البطوله بين استراليا والكويت. المجموعه الثالثه اللي بتضم
ايران وقطر والامارات والبحرين. اول فريق فيها البحرين كان شارك في البطوله 4 مرات، 88 و2004 و2007 و2011. افضل نتيجه كان المركز الرابع في 2011، والمدرب مرجان عيد، وكان بيعمل مساعد ليه عدنان حمد لما تولى المهمه بعد البدايه الضعيفه للفريق في كاس الخليج في نوفمبر اللي فات، وتمت اقاله عدنان حمد اللي كان افضل مدرب اسيوي في 2004. يمكن برضه ابرز اللاعبين في المنتخب البحريني اسماعيل عبد اللطيف، مهاجم 28 سنه، هداف النادي الاهلي القطري، وشارك في بطولتين لاسيا، وبدأ مشواره خد اول مباراه دوليه في 2005 وتصدر قائمه هدافي دوره الالعاب العربيه 2011. يمكن منتخب البحرين تأهل بعد تصدره المجموعه الرابعه برصيد 14 نقطه. يعني والله كنا مجهز لكم فيديوهات كتير قوي بخصوص اللقطات دي، ولكن يعني زي ما انتم شايفين كل حاجه جاهزه في الاستوديو اهو، ادي علم تحتي المانيا اهو، وادي انجلترا، والناحيه الثانيه اسبانيا، والتلفزيون عملها معانا. معلش ان شاء الله هنحل الموضوع ده المره اللي جايه. منتخب ايران المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش يمكن يعني استمر ان هو في قياده المنتخب الايراني رغم الاخفاق في كاس اسيا وخروجه من دور الثمانيه في 2011، بالاضافه كمان لاخفاقه في نهائيات كاس العالم اللي فاتت في 2014 بعد ما تعادل مع نيجيريا وخسر من الارجنتين 1-0 في الدقيقه الاخيره امام بهدف ليو ميسي في الدقيقه الاخيره طبعا، اللي كان تسديده من خارج منطقه الجزاء. يمكن مدد كيروش عقده مع ايران ووضع تركيزه كله في كاس اسيا، يعني بيعمل ان هو يعود مره اخرى بالمنتخب الايراني اللي طبعا صاحب الثلاث القاب. ويمكن منتخب ايران كان حقق البطوله 3 مرات ورا بعض سنه 68 و72 و76، منهم مرتين نظمها في 68 و76. ويمكن منتخب ايران بيملك اكبر نتيجه بالبطوله بفوزه على اليمن 8-0 في ايران سنه 76. الفريق الثالث معانا النهارده في البطوله هو المنتخب القطري، مدربه طبعا جمال بالماضي. وجمال بالماضي طبعا انتوا عارفين ان هو لعيب مش قديم، يعني كان يعني بيلعب مع منتخب الجزائر من 2000 ل 2004. بالمناسبه هو شارك امام منتخب مصر في بطوله 2000 امم افريقيا 2004 في تونس، وكان المنتخب الجزائري تفوق علينا بنتيجه 2-1. ولعب في اولمبيك مارسيليا ومانشستر سيتي وساوثهامبتون الانجليزي. اشتغل مدرب في 2010 وقاد فريق الخويا القطري للفوز بالدوري مرتين، وتولى مسؤولية المنتخب الأول في مارس 2014، وقاد الفريق للفوز مؤخرا بكأس الخليج على السعودية في النهائي 2-1. أبرز اللاعبين خوخي بو علام، مهاجم فريق العربي، عمره 24 سنة. معانا كمان سجل بو علام هدف فوز القطر فعلا في كأس الخليج، وتصنيف القطر المركز 95، وكان فريق قطر تأهل لنهائي كأس آسيا بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالفوز في 4 مباريات والتعادل والخسارة في مباراة. آخر فريق معنا في المجموعة الثالثة منتخب الإمارات، وكان سجل مشاركات في البطولات 8 مرات، ويمكن كان نظم البطولة سنة 96 وأفضل النتائج لما تأهل للنهائي وخسر أمام السعودية بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي للقاء. المدرب مهدي علي كان لاعب منتخب الإمارات السابق، وتولى المسؤولية في 2012 بعد ما قاد المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في لندن. وبالمناسبة هو مهندس، يعني هو زميل كده شكله، فيعني كلنا بنسيب الهندسة ورايحين للكورة، هي تقريبا شوطة في الفترة الأخيرة. وتأهل بسهولة للنهائيات بعد تصدره للمجموعة الخامسة بعد فوز 5 مرات في 6 مباريات. أبرز اللاعبين عمر عبد الرحمن عموري، 23 سنة وبيلعب في خط الوسط مع فريق العين الإماراتي، أبرز المواهب في الشرق الأوسط. يعني تصنيف الاتحاد الدولي مركز 81، وتأهل المنتخب الإماراتي للبطولة دون التعرض لأي خسارة، وتصدره للمجموعة الخمسة. آخر مجموعة معانا اللي بتضم كل من اليابان والأردن والعراق وفلسطين. اليابان رغم مشاركتها متأخرة في بطولات كأس آسيا، وشاركت في النسخة التاسعة
في قطر سنة 88، ولكن ما شاء الله يمكن المنتخب الياباني نجح ان هو يسيطر على بطولات اسيا زي ما احنا منتخبنا الوطني واللي احنا بنفتقده للمرة التالتة على التوالي ما بنسجلش حضورنا في البطولة، ولكن المنتخب الياباني زي ما احنا مصر متفوقة على مستوى القارة الافريقية برصيد 7 ألقاب، منتخب اليابان متصدر القارة الاسيوية ومحقق رقم قياسي في الفوز بكاس الامم الاسيوية برصيد 4 ألقاب. يمكن احنا نطلع فاصل دلوقتي ونرجع ناخد المجموعة الرابعة، خليكم معنا واستنونا، وبرضو ما تنسوش تعليقاتكم على بيج البرنامج على الفيسبوك معك في الملعب مع اسلام مجدي، وسؤال حلقتنا توقعاتكم لنتيجة لقاء استراليا والكويت غدا في افتتاح البطولة. نطلع فاصل يا فلافيو ونرجع، خليكم معنا واستنونا. رجعت لكم مره ثانيه من الفاصل، لسه مكمل معاكم اسلام مجدي واول حلقات برنامجكم معاك في افراسيوي ومهندس صوت فلافيو. يمكن دلوقتي معانا التغطيه اللي انا محضرها لكم من استراليا من قلب الحدث، ناقدنا الرياضي استاذ فيصل ديدان، مرحب بيك. مساء الخير يا اسلام، تحياتي ليك ولمستمعينا في كل مكان. اهلا بحضرتك، طمنا عليك. الامور تمام، كله تمام يا اسلام، الحمد لله. ربنا يخليك، اشكرك. يمكن حضرتك طبعا موجود دلوقتي في استراليا، ويمكن معلش احنا مسهرينك معانا دلوقتي، المفروض فرق التوقيت 9 ساعات ودلوقتي الساعه 12 ونص عند حضرتك، فمعلش استحملنا شويه. تحت امرك، ربنا يخليك يا استاذ فيصل. طيب يمكن بكره ان شاء الله انطلاقه البطوله ولقاء منتخب الكويت مع منتخب استراليا، الاجواء اللي بيعيشها المنتخب الكويتي واخر تصريحات مدرب نبيل معلول؟ بالتأكيد مباراة مهمة جدا يا إسلام لمنتخب الكويت، يمكن الظروف اللي مر بيها مؤخرا وخروجه اللي وصفه البعض بأنه خروج مخزي لا يليق بالكرة الكويتية من بطولة كأس الخليج الأخيرة اللي كانت في الرياض، وده بيضع مسؤولية كبيرة جدا وثقيلة جدا على كاهل اللاعبين والمدير الفني كابتن نبيل معلول، وده واضح جدا في كلام الكابتن نبيل معلول النهاردة أثناء المؤتمر الصحفي، وقال كلمة ربما تكون هي الأهم، قال إن إحنا جايين ندافع عن سمعة الكويت وسمعة الكرة الكويتية، وقال إني أنا استلمت المهمة في ظروف صعبة جدا من أسبوعين أو ثلاثة، المهمة صعبة لكننا تعهدنا إنها نقدر نتخطى الصعب ونحقق المستحيل من أجل الكرة الكويتية وإعادة هيبة الكرة الكويتية مرة أخرى. من أهم ما قاله خلي بالك إنه هناك بعض اللاعبين النجوم أمثال نايف العنزي، وده واحد من أبرز نجوم المنتخب الكويتي، اعتذروا عن الانضمام للمنتخب في هذه البطولة، ما أثار جدل كبير في الشارع الكويتي والشارع العربي الرياضي كله. نبيل معلول النهاردة قال الكويت بمن حضر، يعني قال مع احترامي الشديد لكل هذه الأسماء ومع احترامي لأن هذه الأسماء مؤثرة وتصنع الفارق في أي لحظة، إلا أنه منتخب الكويت غني برجالته وغني بنجومه، وهناك حالة من الانسجام الحقيقة شفناها في التدريبات النهاردة بين المدير الفني واللاعبين، وأعتقد أن الروح المعنوية الى حد ما مرتفعه، وعندهم ثقه في ان هم يقدروا يتخطوا حمى البدايه ويحققوا نتائج جيده ان شاء الله في مشوارهم في البطوله. طب يعني تصريحاته دي حضرتك بتفسرها مثلا يعني ثقه في لعيبته او ولا ثقه فيه هو؟ يمكن هو برضو التصريحات اللي حضرتك قلتها في الاول ان هو بيقول انا جاي بقالي اسبوعين ما عملش حاجه، ممكن ده مبرر لو اخفق ان هو يقول من الاول ان انا جاي متاخر ولسه ما عملتش فرقه وما ظبطتش كل حاجه بعد جيرفان فييرا؟ يمكن احنا كاعلاميين بنتابع المؤتمر الصحفي وجها لوجه، كلنا همسنا البعض بانه كلام نبيل معلول الاولي هو كلام تبريري، وانه بيقول انا توليت المهمه في ظروف صعبه، فده بيبرر لنفسه خساره مبكره او خروج مبكر علشان يبقى دي الشماعه اللي ممكن يعلق عليها اخطائه او الهزيمه اللي بيتوقعها حسب كلامه، لكن الحقيقه الراجل عاد واكد انه ده مش معناه انه بيحط شماعه او بيحط مبررات لاي هزائم، وقال ان احنا تعهدنا مع اللعيبه على ان احنا مهما كانت المهمه صعبه فاحنا قادرين ان احنا نحقق حاجه كويسه للشعب الكويتي والجماهير الكويتيه. كمان ما اتكلش على قصه انه غياب النجوم او اعتذار بعض النجوم او اصابه بعض النجوم او عدم جاهزيه بعض اخر من النجوم، امثال مثلا واحد من النجوم الكبار مساعد ندى مثلا مش جاهز 100%، بدر المطوع مش جاهز 100%، وهيغيب فهد عوض كمان بكره، اسماء كبيره. وهجيب فهد عوض كمان بكره، فدي اسماء كبيره. مع ذلك نبيل معلول قال انه جاهز وانه كتبته اللي موجوده قادره، وبالتالي هو الراجل بيعلن التحدي، وزي ما بقول لك حتى التدريب فيه حاله من الرضا وحاله من الانسجام، هو نبيل معلول نفسه كان مبتسم طول الوقت في المؤتمر الصحفي، ودي ثقه اعتقد انه بيحاول ينقلها للاعيبته، لانه قال لي في تصريح خاص لنا انه بيحاول يخرج لاعيبته من الحاله النفسيه اللي مروا بها بعد
كاس الخليج، وقال لي انه بالنسبه له التجهيز الجاهزيه النفسيه اهم عنده كتير من الجاهزيه الفنيه في الفتره ديت للاعبي الكويت، لان هم اساسا نجوم وعندهم الفنيات موجوده والبدنيات موجوده، لكن كان الاهم خروجهم او اخراجهم من الحاله النفسيه اللي كانوا فيها. طيب وحضرتك بقى هناك الاجواء في استراليا عامله ازاي، واستعداداتهم للبطوله والتنظيم الكلام ده كله عامل ازاي هناك؟ التنظيم يا اسلام على اعلى ما يكون، مفيش حاجه متروكه للصدفه ومفيش حاجه متروكه لاحتمالات ومفيش حاجه متروكه لانه ممكن، لا كل حاجه محسوبه وكل وقت محسوب بالثانيه وكل مكان محسوب بالسنتي مش بالمتر. مفيش حاجه اسمها انك تخش مكان كده بدون ما يكون معاك الاكريديتيشن او الاي دي الخاص بتاعك. كل منطقه محدده لرجالها ولناسها، المنطقه الاعلاميه يبقى للاعلاميين، منطقه الميديا والتشغيلات يبقى منطقه الميديا والتشغيلات، منطقه كذا لكذا الجماهير للجماهير، الميكسد زون للاعبين ميكسد زون، كل حاجه بهذا الخاصة النظير في الاهتمام الحقيقة يعني. طب وصول بقى المنتخبات العربية، كل طبعا المنتخبات وصلت، يعني هل في منتخبات عربية مثلا يعني موجودة عند حضرتك في المدينة غير منتخب الكويت في مدينة ملبورن؟ في مدينة ملبورن كان منتخب الكويت موجود، منتخب الأردن طبعا كان موجود وهيغادر إلى كامبرا، منتخب هيجينا كمان منتخبات بعد كده، لأنه المنتخبات مش كل مجموعه بتلعب في مدينه، لا المنتخبات بتدور بيتم تدويرها كده على المدن، جوله سياحيه يعني في ملبورن هتشهد بالظبط بالظبط يعني ملبورن مثلا هتشهد استراليا والكويت، بعد كده هتشهد ايران والبحرين، بعد كده هيبقى في الاردن والعراق على ما اعتقد، يعني ملبورن اللي احنا فيها هتشهد عدد من المنازلات او المنافسات اللي هيكون طرفها طرف عربي، ودي حاجه مهمه بالنسبه لنا، واكيد ان احنا هنتابع هذه المباريات وهذه المنافسات ان شاء الله. يعني انا بشكرك يا استاذ فيصل، وطبعا ان شاء الله حضرتك هتكون ضيف معانا دائم من تغطيه لتغطيه البطوله ان شاء الله من استراليا، ويمكن ان شاء الله اول حلقه يعني هنتعبك شويه معانا. معلش تحت امرك يا اسلام، واهلا بيك في اي وقت، وتحياتي ليك ولمستمعيك في كل مكان. متشكرين جدا يا استاذ فيصل، مع الف سلامه. يمكن زي ما انتم سمعتوا كان معانا استاذ فيصل زيدان، وقال لنا رسالتنا الخاصه من استراليا من قلب الحدث والاجواء هناك، وتصريحات نبيل معلول الاول كانت تبريريه وبعد كده نقل الثقه للاعيبته في الفتره الجايه عشان البطوله. طيب احنا يمكن معانا اخر مجموعه معانا في الجوله الاخيره، جولتنا الاخيره في الانترو اللي احنا عاملينه عن البطوله للمجموعات. المجموعة الرابعة اللي بتضم اليابان والأردن والعراق وفلسطين. اليابان زي ما احنا اتكلمنا وقلنا ان هي ليها نصيب الأسد في الحصول على لقب بطولة الأمم الآسيوية برصيد أربع مرات، 92 و2000 و2004 و2011، وهي حامل لقب البطولة الأخير بالفوز على استراليا في النهائي 1-0. المدرب خافير أجيري المكسيكي، وده كان درب أتلتيكو مدريد والمنتخب المكسيكي مرتين اخرها سنه 2009 وريال ساراكوستا، وبرده يعني كان ليه قضيه تلاعب بالمباريات. طبعا انتوا عارفين اوروبا مشتهره جدا بالموضوع التلاعب بالمباريات والمؤامرات والكلام ده كله. ابرز اللاعبين الحارس كواشيما حارس فريق ستاندرد رياج البلجيكي، وناجاموتو انتر ميلان، وطبعا ساكاي شتوتغارد، وطبعا النجم الاول بتاعهم هوندا لاعب فريق الميلان الايطالي. منتخب فلسطين والظهور الاول بكاس امم اسيا، وكان تاهل بالفوز ببطوله كاس التحدي اللي اتلعبت في شهر مايو اللي فات في جزر المالديف. نجح المنتخب الفلسطيني بالفوز على الفلبين بالهدف التاريخي لنجم الكره الفلسطينيه اشرف نعمان، والمدرب الوطني احمد الحسن وتولى المهمه قبل شهرين تقريبا خلفا للمدرب الاردني جمال محمود اللي قدم استقالته في شهر سبتمبر اللي فات. الحسن مشهور له بالكفاءه في منصب المدير الفني للكره الفلسطينيه، وابرز اللاعبين طبعا اولهم رمزي صالح حارس النادي الاهلي ونادي سموحه ومصر المقاصه، ولكن مع فريق مصر المقاصه لم يتم التعاقد او تفعيل التعاقد معاه، والمدافع عبد اللطيف البهداري الوحدات الاردني، واشرف نعمان الهداف التاريخي برصيد 20 هدف دولي. طبعا رمزي صالح حارس مرمى المنتخب الفلسطيني والنادي الاهلي، كان لاعب مع النادي الاهلي في موسم 2008 2009 ورحل مع في الموسم 2010 2011. الاردن ثالث منتخبات البطوله المجموعه. نجح الراحل كابتن طبعا محمود الجواري في قياده منتخب الاردن لاول مره
بتاريخ الكرة الأردنية سنة 2004 في الصين، وكان بالمناسبة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية يعني حرص على حضور كافة المباريات، ويمكن كانوا ودعوا البطولة بالهزيمة أمام المنتخب الياباني 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1. ودي المباراة اللي كانت شهدت موقف يعني غريب جدا، بعد إضاعة المنتخب الياباني لركلتين ترجيحيتين في البداية تم نقل يعني الحكم بدل الإجوان، كانوا بيلعبوا على مرمى المرمى الأيسر المقصورة الرئيسية، قام مبدل اللي يلعبوا على المرمى الثاني المرمى الايمن، ويمكن الجهاز الفني وقتها كابتن محمود الجوهري وكابتن علاء نبيل وكابتن فكري صالح مدرب الحراس المرمى يعني اعترضوا بشده على الموقف، وفعلا حصل ان هم لما اتغير المرمى منتخب الاردن لم يوفق وخرج من البطوله. يمكن طبعا منتخب الاردن دلوقتي بيقوده المدرب راي ويكلينز، وده لاعب وسط منتخب انجلترا السابق ولعب في نادي تشيلسي ومانشستر يونايتد وميلانو الايطالي، وتولى مسؤوليه الاردن بشكل مفاجئ في سبتمبر الماضي بعد رحيل طبعا المدرب المصري حسام حسن لقياده الزمالك. ابرز اللاعبين طبعا عامر شفيع وده معاهم من زمان من سنة 2003، وحارس نادي الوحدات الأردني والمهاجم أحمد الهايل والعربي الكويتي هداف الأردن في تصفيات البطولة، والمدافع طارق خطاب من نادي الشباب السعودي، ومحمد الدميري ظهير اتحاد جدة السعودي، وعبد الله من عبد الله زيب من الرفاع البحريني وده صانع العاب. اخر فريق معانا في البطوله العراق بيشارك للمره السابعه والمره السادسه على التوالي، ويمكن منتخب العراق كان افضل نتيجه ليه تحقيق اللقب سنه 2007 بالفوز على السعوديه في النهائي بهدف نظيف لنجمه وهدافه التاريخي يونس محمود. المدرب راضي شنيشل، ويمكن كان تولى مسؤوليه من اسبوعين مع نادي قطر اللي اتفق على اعارته لمنتخب العراقي، ويمكن كان اول حاجه يمكن في حاجه يمكن تشكيله منتخب استراليا الاثنين استراليا والكويت بكره ان شاء الله. المنتخب الكويتي هيبدا بخالد الرشيدي في حراسه المرمى، قدامه اربعه عامر معتوق وفاضل وسعدوني والهجري، طلال العاهر وعبد العزيز العنزي عبد العزيز العنزي وبدر المطوع تحت اثنين روس حربة يوسف ناصر وفيصل العنزي برضو اخوه ماشي ولا مش اخوه طيب ماشي يمكن وعد البرنامج حسن نور بيقول لي اخوه. طيب تشكيلة منتخب استراليا ريان في حراسة المرمى بيتيتش وسيرانوفيتش وساينبيري وفرانجيتش في الدفاع لونجو وجيتناك وبرشياتو وتيم كاهل وكروز تحت مهاجم وحيد ماتيو ليكي. دي تشكيلة لقاء الافتتاح بكرة بين استراليا والكويت في انطلاقة البطولة. يمكن نكمل تقريرنا عن منتخب العراق اللي بنختم بيه النهاردة. ابرز اللاعبين طبعا يونس محمود طبعا الهداف العراقي التاريخي، يمكن من هداف البطولة برصيد 6 اهداف. يمكن كده احنا بنكون يمكن ابرز التوقعات لنتيجة مباراة الافتتاح بكرة هي فوز المنتخب الاسترالي. يمكن يعني كنا مجهز لكم حاجات كتير ولكن ان شاء الله هناخدها تباعا ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. كنا معاكم اسلام مجدي وفريق الاعداد مهندس صوت فلافيو واعداد عبد الغنيم وحسن نوير وميديا تامر احمد واخراج يوتيوب باسم محمد في اول حلقه برنامجكم معاك في افرو اسيوي. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه يوم الاثنين من 3-4 ومعاك في افرو اسيوي مع اسلام مجدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.